أهلا وسهلا فيكم من جديد. والربط بين إمكانيات الشباب وحضورهم الفعلي بالمجتمع وترجمة أفكارهم الخلاقة على أرض الواقع، رؤية لتطوير الواقع الحالي وإنارة للمستقبل القريب والبعيد. عشان يكون دور الشباب فعال، هيئات والملتقيات ومجالس الشباب بتوفر فرص دمج على مستوى الوطن العربي لتبادل الخبرات والدمج فيما بينهم للحصول على نتائج وتوصيات بتناسب حجم أحلامهم. أمجد الكريمي مين، ممثل هيئة شباب كلنا الأردن، يشارك في ملتقى حديث الشباب العربي لبناء الوعي بنسخته الثانية في القاهرة. وعشان نعرف أكثر خلونا نرحب فيه. صباح الخير أمجد، أهلا وسهلا فيك. صباح النور. إن شاء الله أكون حكيت اسم العائلة صح. أكيد أكيد، أهلا وسهلا، صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين ومتابعين عبر شاشتنا الأولى، شاشة التلفزيون الأردني. أهلا وسهلا. ويعني إحنا دائما نفتخر بكل الشباب اللي قادرين يمثلوا الأردن في الخارج وفي كل ملتقى. اليوم نتحدث عن هذا الملتقى ومشاركة يعني واسعة من 22 دولة عربية. أولا نتحدث يعني متى بدأ هذا الملتقى، كيف كانت المشاركة وكيف شفت الأجواء بشكل عام لما نحكي عن مشاركة الشباب تحديدا؟ يعني بداية هو إحنا مشاركتنا إجت من خلال مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وهو إحدى المنظمات الأهلية في جمهورية مصر العربية بمثل مؤسسات المجتمع المدني، وهو يعد أحد الجهات الحاضنة للعمل الشبابي في جمهورية مصر العربية. تم تأسيسه بعام 2003، وكان هدفه هو يعمل ربط بين الشباب العربي في أماكن تواجدهم أو في الاغتراب. فمن ضمن أنشطة وفعاليات مجلس الشباب العربي أنه بيقيم بكل عام مجموعة من الملتقيات والمؤتمرات. احنا شاركنا هاي السنة بالنسخة الثانية للملتقى الوعي للشباب العربي في نسخته الثانية، شارك ما يقارب يعني 100 شاب وفتاة ممثلين ل 22 دولة عربية، بهدف اللي هو ترسيخ قيم التعاون والحوار ما بين الشباب العربي وتبادل الخبرات، الاطلاع على تجارب الآخرين. فكان هذا هدف من أهداف الملتقى في نسخته الثانية اللي انعقد في جمهورية مصر العربية مؤخرا. نعم. طيب أمجد، إذا بدنا نحكي اليوم عن تبادل الخبرات وعن جد عن الإضافة النوعية اللي حسيتها من خلال هذا الملتقى، شو جبت لنا معك من هذا الملتقى للأردن؟ احنا اليوم احنا سعيدين جدا في المملكه الاردنيه الهاشميه انه عندنا اهتمام بقضايا الشباب، وعندنا زياده بالوعي، وعندنا اهتمام ايضا وتركيز من قبل جلاله الملك وسمو ولي العهد ومن مختلف خلينا نقول المؤسسات بالعمل الشبابي. واحد من القصص النجاح انه احنا دائما بنبرز دور العمل الشبابي. فواحد من الاشياء اللي احنا تحدثنا فيها انه الاردن تعد من الدول المتقدمه على مستوى الدول العربيه فيما صحيح. يتعلق بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الاهتمام بالملتقيات، تبادل الخبرات، وجود مؤسسات وجهات حاضنة للعمل الشبابي. فهذا بيعطي قيمة وميزة تفاضلية دائما أنه أينما حل الشباب الأردني فهم كل صحيح. الأنظار تنظر للشباب الأردني بما يتعلق بهذا الموضوع. إن ربطنا على المستوى الاهتمام وعلى مجموعة المبادرات الملكية اللي أطلقها جلالة الملك منذ تولي سلطاته الدستورية، مجموعة من المبادرات الشبابية موجودة بكل أماكن المملكة، قربه من الشباب، حضور الشباب للأنشطة والبرامج الملكية بمختلف الفعاليات، مرافقة الشباب الأردني لجلالة الملك في الكثير من السفرات الرسمية. صح. هذا بيعطي قيمة مضافة للشاب الأردني أنه بتنوع بخبراته بتجاربه بأفكاره، بيعطيك ثقة. بيعطيك ثقة أكثر أنه أنت اليوم قريب من صانع القرار، اليوم أنت على مسافة واحدة من الجميع، المسؤولين، المؤسسات، الهيئات التطوعية، أنت اليوم قريب من صناع القرار، سهل جدا انك تتحاور، تنقل افكارك، تنقل همومك، تنقل مشاكلك لصانع القرار. فهذه تعد ميزه تفاضليه للشباب الاردني، حتى احنا ما دائما ننظر للاشياء الايجابيه الموجوده في مجتمعنا. بما يتعلق بالشق الاخر، اليوم حلو جدا، اليوم انا كموظف بعمل بهيئه شباب كل الاردن، هي الذراع الشباب لصندوق الملك عبد الله، طبيعه انشطتنا وبرامجنا تهدف بتعزيز مشاركه الشباب بالحياه العامه. اليوم لما انت بتشارك مع مجموعة من الدول العربية، فطبيعي أنك
تتطرق لمجموعة من الخبرات التجارب، شوف التجارب بالمشرق العربي المغرب العربي إفريقيا كيف بتعاملوا بقضايا الشباب، كيف الاهتمام، شو أبرز المبادرات، كيف آلية العمل الشبابي بتتم بهذه الدول العربية، وهذا كمخزون فكري ونوعي ومعرفي جديد. المفروض أنه هذا يعاد تدويره من خلال وجودك بمؤسسة شبابية صح. أو من خلال تطوعك بالمؤسسات الشبابية في الأردن. صحيح. يعني أمجد ما شاء الله عليك، يمكن إذا بنطلع على حصولك على شهادات وأيضا تمثيلك للمملكة الأردنية لعدة سنوات ضمن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة التابع لجامعة الدول العربية، سابقا كاتب يعني مقال في عدة صحف محلية عالمية، حصل على لقب سفير التطوع لمبادرة عروبتي التطوعية 2019، وجائزة الشاب النموذج من جامعة الدول العربية، جائزة الشاب العربي في العمل التطوعي، مدرب معتمد لأكاديمية 3M للتدريب والتطوير، وأيضا منسق عام للمؤتمر الوطني للشباب في الأردن. مثال يحتذى به لشاب أردني طموح ثابر 18 سنة زي ما ذكرت تحت الهواء، وكنا عم نتحدث أنا وياك في العمل المجتمعي والتطوعي. اليوم وجودك خارج الأردن ومشاركتك مع الشباب في الخارج، لا شك بأنه هناك تحديات أنت مركت فيها، ويمكن عم تشوف هذه التحديات أيضا مشتركة مع الشباب في كل الدول العربية. شو اللي عم بتشوف جامع بينكم؟ شو أكبر تحدي عم تشعر فيه؟ يعني هو نحكي بما يتعلق بالبعد الاقتصادي والتنمية، وهو قاسم مشترك بين، يعني احنا اليوم لما نتابع ونشوف اخر تقرير اصدرته الاسكو عام 2022 انه نسبة الفقر الاعلى في العالم هي بين الشباب العربي نسبة 12%، 22% من 12% هي النسبة بين الاناث كنسبة الفقر والبطالة في الاردن. العوامل المشتركة والتحديات هي يعني تكمن بأمور معرفية وبأمور تتعلق اليوم احنا مش بحاجة للتدريب، مليء السوق المحلي والمجتمع العربي مليء بالشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية اللي بتدرب. واحد من ضمنها هو عمل التكامل، العمل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. احنا اليوم ما في تكامل اقتصادي. اثنين، نسبة الفقر والبطالة مرتفعة جدا بين الشباب، وهي يعني ظاهرة واضحة يعني على المستوى العربي. أيضا بعض التيارات الهادمة اللي بتتعلق ببث السموم والأفكار اللي هدفها تشويه الصورة بتدخل بمداخل، اللعب على أوتار احتياجات الشباب العربي، حاجته للعمل، بث السموم، الأفكار اللي جزء منها هي أفكار هدامة دورها هي طبعاً. تفتيت المجتمع، غرس أفكار مسمومة ما تعودنا عليها بمجتمعاتنا العربية. شو بدك بهالبلد؟ اطلع شو بدك برا. يلا احنا بنجهز لك، شو بدك فقر بطالة واسطة محسوبية صح. انتظارك للدور العمل. فاحنا بنشترك كشباب عربي. واحد من الاشياء اللي احنا كنا نحكي فيها هي موضوع انه احنا كيف بدنا نرسخ الوعي بين الشباب العربي، كيف بدنا نتبادل الأفكار، كيف بدنا نعمل شبكة على المستوى الشباب العربي بينه وبين بعض، نتبادل الأفكار، الهموم، المشاكل، قصص النجاح الحقيقية اللي موجودة. اليوم حلو جدا أنه إحنا نعرض تجربة الأردن أمام مثلا 20-21 دولة عربية موجودة، والعكس صحيح. إحنا اليوم شو بنقدر نحمل من هذه القصص النجاح ونسقطها على المجتمع الأردني. البعد الآخر اللي إحنا بنتقاطع فيه أنه رغبة الشباب دائما هم يكونوا قريبين من صنع القرار، إشراك الشباب في الحياة السياسية، إشراك الشباب في الحياة العامة. إحنا اليوم يعني في المملكة الأردنية خطينا خطوات جدا يعني قوية جدا. إحنا اليوم بنتحدث عن مثلث الإصلاح اللي أطلقه جلالة الملك صحيح. بما يتعلق بالإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي. فإحنا اليوم كدولة في مئويتها الثانية إحنا قاطعين شوط كبير جدا صحيح. وهذا كمان بيعطينا الفخر والاعتزاز بدولتنا أنه إحنا قاطعين شوط كبير جدا بما يتعلق بالعمل السياسي. إحنا عندنا منظومة حزبية، عندنا منظومة سياسية، عندنا منظومة مؤسسات مجتمع مدني. من المفارقات أنه في بعض الدول العربية لسه مفهوم الديمقراطية والسياسي ومشاركة الشباب في صنع القرار لسه من المفاهيم اللي بدها وقت وجهد حتى تتماشى وتنخرط بهذا الموضوع. إله شيء إله أتباع سياسية شكل، والنظام السياسي للدولة بحكم في بعض الأحيان. فإحنا اليوم واحد من الأشياء اللي إحنا بنعتز بنفتخر فيها إنه إحنا الأردن متقدمين
عندنا خطط استراتيجية، نعم عندنا ارتفاع معدلات البطالة، عندنا ارتفاع معدلات الفقر، هذا حالي طبيعي بأي مجتمع يعني حتى بأعظم الدول موجود، الدول المتقدمة متقدمة موجود جدا. في اليوم الربط هو بما يتعلق بالربط الإداري الاقتصادي السياسي ومخرجاته. اليوم احنا قاعدين بنشوف حالي حقيقية واقعية، اليوم الشباب هم أقرب لصنع القرار، اليوم هم الشباب بخطوا خطوات، اليوم في تدريب وتأهيل للانخراط في الانتخابات النيابية القادمة إن شاء الله، قانون الأحزاب، قانون الانتخاب الجديد، الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني، فهي تعتبر من القيم المثالية والقيم المثلى للشباب الأردني اليوم موجودة. هاي في دول عربية صدقاً لسه بدها وقت من الزمن حتى تواكب الحالة والتطور في الأردن. طيب أمجد، اليوم إحنا بنحكي عن 18 سنة من الخبرة وكانت فيها استمرارية، ويمكن إحنا لما بنقول 18 سنة وفي استمرارية معناته في نجاح ملموس على أرض الواقع. الشباب اللي عم بسمعونا اليوم ويمكن من خلالك تنور على أشياء وقدرات عندهم، قد إيه مهم اليوم إنه الإنسان يركز مع حاله، يبعد عن الفوضى وعن التشتيت ويخلق لنفسه فرصة هو بحبها، وأهم إشي إنه هاي الفرصة عن جد تنعكس على تعظيم حب الوطن والانتماء. هلأ يعني مفهوم المواطن الصالح هو العقد الاجتماعي، احنا بالمفهوم هو العقد الاجتماعي بين علاقة المواطن مع الدولة، إلك حقوق وإلك واجبات. صحيح. اليوم احنا في ظل الظروف الاقتصادية واللي بتعاني منها العالم وبيعاني منها الأردن، لابد أن يكون في بحث خارج الصندوق والتفكير خارج الصندوق. التفكير خارج الصندوق أول إشي، اليوم المستقبل هو المستقبل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. صح. مشاريع صغيرة ومتوسطة. اليوم التفكير المستقبلي في مجال تكنولوجيا المعلومات، احنا اليوم على مرحلة عام جامعي جديد، اليوم في عندنا طلبة الثانوية العامة هم على مقربة بأيام قليلة من الانخراط بالحياة الجامعية. اليوم كيف بدنا نفكر كشباب باحتياجات سوق العمل؟ واليوم حلو جدا أنه كل شاب عنده كمان أيضا خطة استراتيجية، أنه هذا التخصص راح أدرسه بعد 5 سنوات، هل هذا التخصص بعد 5 سنوات راح يكون مشبع أو راكد أو عليه طلب؟ الجزئية الثانية تتعلق بكيف أنا أمتلك المهارات والمعارف والخبرات والكفايات اللي بتساعد وبتطور من شهادتي العلمية من انخراطي بالمؤسسات والهيئات التطوعية اللي منتشرة بمختلف يعني مختلف محافظات المملكة، كيف أنا أحصل على تطوير ذاتي، أنخرط في البرامج. واليوم بعد جائحة كورونا صار الأمر سهل جدا، انه في كثير من المؤسسات بتعطي برامج تدريبيه اونلاين، يعني ما صار اسهل شبكه النقل في المملكه الى حد ما سهلت عمليه الانتقال للشباب من المحافظات للعاصمه عمان. اليوم حلو جدا يعني انه المؤسسات ايضا الموجوده بعمان صارت تطلع تكون على مقربة من الشباب داخل المحافظات تنفذ أنشطتها وبرامجها، وبجوز هذا واحد من الأدوار اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيه بهيئة شباب كل الأردن، ان هيئة شباب كل الأردن هي حاضنة ووفرت بيئة آمنة للمؤسسات لتنفيذ أنشطتها وبرامجها داخل المحافظات حتى نسهل قدرة الوصول للشاب لأنشطته وفعالياته، وهو يكون جزء من الجزء، ما يكون هو الفئة المستهدفة بقدر ما يكون هو جزء من إعداد الخطة بناء على احتياجاته التدريبية وفق احتياجاته منطقته أفكاره اهتماماته ورغباته في التطوير ذاته. نعم. يمكن أبجد لما بنحكي عن هذه مظلة هيئة شباب كلنا الأردن، يعني اليوم نحكي أنت كنت من خلال 18 سنة هذه المسيرة شفت التطور اللي صار حتى في مجال مبادرات، يمكن أن سألتك كمان شو السبب اللي خلاك تستمر 18 سنة؟ قلت لي لأني أنا بحب الشغلة هاي وبحب العمل التطوعي وبحب خدمة المجتمع بشكل أو بآخر. إذا أكدت لنا بأنه الشاب هو قادر أنه ينجح بغض النظر شو التحديات الموجودة إذا كان عنده هذا الشغف والحب اللي خلاك تستمر واللي خلاك أيضا تنجح وتمثل الأردن خارج يعني خارجها في مختلف الدول. اليوم شو بتحب توجه في يعني رسالة للشباب، وخصوصا أنه يمكن الفرص أيضا في وقتها كانت أقل، يعني ما كان هالسهولة، ما كان هالتواصل السهل اللي صار بيناتكم زي ما عم نشوف هلأ، ذكرت صار العالم أصغر وصارت قادر من خلال شبكات التواصل ومن خلال الاتصالات اللي صارت أسهل علينا. شو بتحب تحكي له؟ يعني أنا رسالتي هي في شقين، الشق الأول بتعلق بضرورة التوجه
وإعادة النظر في احتياجاتنا كشباب أردني. اليوم إنه الشاب إذا ما عنده خطة استراتيجية لحياته مش قادر يدرس الواقع اللي هو موجود فيه، ومش قادر يعبر عن احتياجاته وعن رغباته، ومش قادر ينافس في سوق العمل، هاي بتصفي مشكلة فردية. اليوم التوسع اللي موجود وزيادة المعارف والخبرات اللي موجودة هي بتعطينا يعني خلينا نقول مسار حقيقي لنطور من مهاراتنا. اليوم الانفتاح اللي موجود داخل المملكة على صناع القرار كمان بيعطينا قيمة مضافة أنه إحنا نوصل صوتنا كشباب أردني. أيضا الرسالة الأخرى هي تتعلق بالانخراط بالحياة السياسية، مطلوب اليوم أنه نحن ننخرط بالحياة السياسية، نشارك بالأحزاب، نشارك بالمنظمات، مؤسسات المجتمع المدني، نكون على مقربة من العمل السياسي، لأنه المستقبل هو مستقبلنا إحنا، والمستقبل هو مستقبل الشباب. اليوم إحنا حتى نفكر ما بعد 5 سنوات مجلس النواب القادم، المفروض اليوم من اليوم نبلش نفكر مين هم الأشخاص، شو طبيعة الأشخاص اللي راح يتم اختيارهم، مين راح يمثلنا بالمرحلة القادمة كشباب أردني، نغير طريقة التفكير التقليدي بما يتعلق بالانتخاب، يتعلق بالأمور، بما يتعلق بالمؤسسات. اليوم لا، أنا بعتز وبفتخر اليوم أنا ابن هيئة شباب كل أردن بهذا الخبرة، لأنها أضافت لي الكثير من القيم، من المعارف، جزء منها التشبيك على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي، أضافت لي قيمة مضافة أيضا أنه اليوم مثلا أمثل المملكة الأردنية الهاشمية في ملتقى عربي. وبجوز كمان اليوم أنا سعيد جدا اليوم أنه في زملاء وزميلات إلي هم اليوم بيتابعوا مسيرة تمثيل المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة. بجوز أنا حظيت ب6 سنوات أني مثلت الأردن بهذا المجلس. اليوم زميلتنا حلا المجالي هي بتمثل المملكة الأردنية الهاشمية بالمكتب التنفيذي، فهي استمرارية العمل. صحيح. وإحنا اليوم كيف اللينك، الشبكة اللي إحنا بنعملها شبكة المعارف، هي اليوم هي قادرة إنها توصلنا. صح. وتخلينا نحقق احتياجاتنا ورغباتنا. يعني يعطيك العافية، استمتعنا جدا ربي. بالحديث صراحة، ويمكن هاي رسالة من نوجهها لكل شبابنا الأردني اليوم، إنه في عنا طاقات وفي عنا وقت وفي عنا إمكانيات، وأهم إشي السعي والإصرار. نتمنى لك كل التوفيق أمجد، وتحياتنا إلى كل شبابنا الأردني اللي بيمثلونا دائما في الداخل وفي الخارج. ورح نطلع إحنا معكم فاصل قصير ونعود. ابقوا معنا، خليكم معنا.